إذن على بركة الله مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في فين ما كنتوا داخل وخارج أرض الوطن، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من هنا من نواحي حد السوالم جهة الدار البيضاء 16. يعني الحمد لله من بعد التساقطات المطرية الأخيرة ولو على القلة ديالها، ولكن الحمد لله كانت نتائج، اللهم لك الحمد، الحمد لله وجعلنا من الماء كل شيء حي. هاد التساقطات المطرية كيف ما كتشوفوا معنا على المباشر الحمد لله عطات الأكل ديالها. لاحظوا معايا احنا حاليا كنتواجدوا بهاد الأرض الفلاحية، هذه مادة الخرشف، مادة الخرشف ما شاء الله سبحان الله العظيم، يعني منظر رائع. يعني داكشي بيو سبحان الله، طبيعة شي حاجة، طبيعة سبحان الله. كانت تغنوا العديد من الأغاني من هذيك الماء والخضرة والوجه الحسن، يعني سبحان الله العظيم أراضي فلاحية تحت المايا ما شاء الله، راه طبيعة يا سلام، طبيعة يا سلام على الطبيعة، يا سلام على الطبيعة على البادية، البادية ما شاء الله، يا سلام. شكون اللي توحش، شكون اللي توحش البادية، شكون اللي فيكم توحش البادية ومكرهش هاد الخضورية هادي، صرف فيها شي براد ديال اتاي، شي مسمنات، شي ملوي يكون، يا سلام يكون طيب، طيب الزبدة بلدية. تخيلي على كنسة دابا هنا كيداير، أكيد عشاق ديال الطبيعة وعشاق ديال الخرجات غادي يحسوا هاد الإحساس اللي كنقول لهم، ديال حاط شي بريريد مشيب في الطبيعة هادي وحاط شي مسمنات مصوبين على حقهم وطريقهم في البادية. اسمع اسمع الصوت ديال الديوك سبحان الله العظيم، عرفتي واحد الراحة نفسية ما نعاودش لكم والله، راحة نفسية شي حاجة ما شاء الله. يعني باش تعرف كل بلاصة عندها الخصوصية ديالها، شتي دابا اللي في البادية كيقول لك مشيت للمدينة، واللي في المدينة كيقول لك مشيت للبادية، ولكن سبحان الله ما كاينش بحال هاد، تخيلوا معايا دابا الطبيعة كيديرها راحة البال. شكرا لكم الناس اللي كيديروا لنا لايك وكيشجعونا، شكرا لهم بزاف، لانه كنضربوا والله العظيم كنضربوا مسافات وعبر دراجه ناريه، عرفتي باش تضرب مسافه فوق دراجه ناريه يعني ما تصب عليك الشتاء بزاف الامور وكاين شي كله، باش كتوصل الناس بحال هاد الفيديوهات اللي كتحاول انك تشاركها مع الناس، حيت كاين اللي كما قلنا الله يعفو على كل واحد، كاين اللي مسكين مريض كيشوفها بعينيه، كاين اللي مسكين مريض كيشوفها بعينيه، كاين اللي مسكين في مناطق ما فيهاش هاد المناظر هادي، كاين الجاليه المغربيه اللي في الخارج حتى هي كتبغي تشوف يعني البلاد ديالها كيفاش دايره، يعني كاين العديد من الامور، حيت كاين اللي بعض الناس الله يهدي ما خلق كيقول لك هاد الشيء مثلا كيبان ليه تفاهه، بالعكس بالعكس على ملي كنمشيو لشي قنوات كما كنقولوا اللي هي عالميه مشهوره عبر العالم، كتلقاها كدير لك وثائقيات على بحال هاد الشيء هذا ديال الجبال والهضاب وديال الحيوانات وديال، علاش كتلقى استحسان كبير؟ يعني التفاهة هو انك دير شي حاجة مثلا كما كنقول لك دير تحية، شكرا 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 اللي قدم لنا هذه الوردة هذه، شكرا بزاف، شكرا على التشجيع وعلى الدعم وعلى المساندة. كمل الكلام ديالي قلت بأنه التفاهة هي انك مثلا كما كنقولوا كتمشي دير ديك برامج ديال الروتيني اليومي، داكشي راكم عارفين داكشي اللي خارج على المألوف وخارج على الطبيعة وخارج حتى على القيم ديال المجتمع المغربي اللي هو مجتمع محافظ. أما حنا كنظنوا بأنه كنقول لكم شي حوايج اللي الحمد لله بحال ديك الراحة النفسية كنحسوا بها كنحاولوا نوصلوها للناس. والله العظيم شوف والله العظيم ما كرهتش دابا زعما كون ما كانش تابعني خدمة
صراحه والله العظيم والله ما كرهت هاد الناس هادو، ندقوا عليهم ونقول لهم عمروا لي شي براد تيلاتي والله العظيم. وعلى الخبز والزيت شي، الا كان على الخبز كاع الخبز هو تاي والله العظيم. هذيك الجلسه انا كنت واحد الجلسه ماشي الجوع ولا شي حاجه، الحمد لله راه كل واحد بخير وفي محاله. الجلسه واحد الجلسه يا سلام، جلسه واعره واعره ما شاء الله. عرفتي الارض كلها، شوف انا نقرب لكم الارض كلها ما شاء الله يا سلام. هاك الله على بلادي، الله على بلادي، الحمد لله. هذا راه خرشف هذا ما شاء الله، شوف ها هو خرشف قبل ما يخرج للسوق. شاه شكون اللي بغى نجيب ليه شويه، نجيب ليه شويه الخرشف. ابراهيم اعابي تحياتي حفظكم الله، شكرا خويا ابراهيم اعابي وتحياتنا ليك خويا ابراهيم اعابي، بارك الله فيك اخويا العزيز. محمد عزي مرحبا، شكرا، مرحبا مرحبا خويا محمد عزي. نجيب خويا الخرشفه خويا من هاد الارض هادي خويا والله العظيم. وكي غيسلخوا لي مواليها واقيلا. والله العظيم الا هاد المنظر والله الا زوين ما شاء الله، وحق الله عرفتي هاد المنظر تشار الانتباه ديالي وعجبني، يعني صراحه حسيت بالراحه النفسيه انا واقف هنا، والله حسيت بالراحه النفسيه والله العظيم. الله يديمها علينا نعمه يا ربي، يا ربي الله يديمها علينا نعمه وقولوا امين. نعمة الامن والامان والاستقرار ما كاينش ما احسن منها وحق الله العظيم. والصحة والصحة الصحة 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 كنز. ابراهيم ابراهيم تحياتي، شكرا خويا ابراهيم، بارك الله فيك خويا ابراهيم، شكرا لك على الدعم خويا ابراهيم ابراهيم، بارك الله فيك. وكي جاتك اخويا ابراهيم هاد الجلسة اخويا ابراهيم، واش داكشي اللي قلت اخويا بصح ولا لا؟ قلت بانه خص شي بريريت ديال اتاي وخص شي مسمن، عرفتي داك المسمن ديال الفراح، مسمن ديال الفراح كيكون ديال بحال طاجين كبير ولا قصريه كبيره، كانوا كيطيبوا فيه بكري كيديروا فيه داك المسمن كيقول لي مفدوش، كيقول لي مفدوش ولا عرفتي هذاك ملي كيديروه بالزبده عرفتي كتضربوا معاه كتولي ما شاء الله. يا سلام يا سلام، اللهم بارك اللهم بارك، يا سلام. هاك اللي بغى يجي هنا اشوف دابا الطبيعه، هذا هو وقت الطبيعه والله العظيم، هذا هو وقت والله الا هذا هو وقت الطبيعه. بانه راه كنتواجدوا هنا في منطقه تحت السوالم، لاحظوا معايا الباديه يا سلام، ها هو الشاطئ ديال الباديه. ها انتوما فوق الجهه، فوق دراجه ناريه باش تعرفوا والله العظيم، باش ننقلوا بحال هاد الاجواء الجميله. يعني جايين نخدموا هنا ان شاء الله، يعني بالموازاه مع ذلك عجبني هذا المنظر هذا، بغيت نشاركوا مع مشاهدين اوفياء ديال قناه الشرق قناه شوف تيفي. نتمنوا هذا المنظر هذا يعجبكم، ونتمنى نكونوا ضيوف خفيفي الظل عليكم يا رب العالمين. شكرا لكم على حسن المتابعه، والقاكم في بث مباشر اخر، ما تمشوش بعيد غادي نرجعوا لكم. اذا حتى لهنا غادي ننهي هذا البث المباشر على امل اللقاء بكم بث مباشر اخر، كما قلت لكم ما تمشوش بعيد، حنا باقيين معكم هنا من منطقه تحت السوالم، الى اللقاء.